معصوم واكتر من معصوم، معصوم كتابنا ده معصوم، معصوم. كمل يعني هو. نغني يلا يلا يا جماعه، يلا. كل ما نغني اكتر ونقول اكتر بصوت واحد قوه هيبقى معصوم كتاب. معصوم كتابنا ده كله معصوم، معصوم. من الناس اللي ردت عليا وانا قررت ارد عليه لان هو من الناس المهذبه يعني، لفت نظري للادب بتاعه. معظم الدعاء بتوع الخرافات يعني لما بيتكلموا عن الملحدين بيتكلموا بغل شويه، لكن الشيخ نور الدين بيستخدم اسلوب لطيف يعني. المقطع اللي هرد عليه فيه يمكن ارد على المقاطع الثانيه، هو بدا المقطع بتاعه بيقول: مشكلة الملحد الكبيرة انه بيشوف انه هو الوحيد في الدنيا اللي بيفهم ويمكن باقي الناس ما بتفهمش. اخر شيء لاحمد حرقان انه خرج بمقطع فيديو بيقول فيه انه اكتشف في القرآن الكريم تناقضات لم ينتبه لها احد قبله. الله اكبر. وانت لازم تقولني حاجة ما قلتلهاش هتبقى رديت عليها. انا عمري ما قلت ان انا اتيت بتناقضات لم يأتي بها احد قبل ابدا. انا عارف ان التناقضات دي الناس اتكلمت عليها، يا ما اتكلموا عليها. واصلا المسلمين زمان سلف صالح يعني اتكلموا عنها كشبهات او كاضطراب في القران وحاولوا يرد عليه. لازم هيرد طبعا زي ما حضرتك بترد كده، بس يعني ما تقولنيش يا شيخ نور تاني ان انا ما قلتوش. يعني حتى التناقضات دي يا احمد عدت على الوليد بن المغيره. الوليد بن المغيره ده كان من اكبر فحول العرب في اللغه العربيه. يعني ايه اكبر فحول العرب في اللغه العربيه؟ جبت منين الكلام ده؟ مقدمه ان احنا نبلع بقى اي حاجه قالها الوليد بن المغيره. طيب ماشي، الوليد المغيرة أكبر يا عم فحول العرب في الغرب، ماله الوليد المغيرة يعني؟ ماله يعني؟ إزاي عدت عليه التناقضات دي؟ هو أصلا لما الوليد المغيرة اتكلم الكلام اللي انت هتقوله دلوقتي كان في كتاب اسمه قرآن ده الكفار الناس اللي كانوا موجودين أيام محمد، الأذكياء اللي هم بيقول عليهم كفار يعني أهل مكة، قالوا له لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طلبوا منه قالوا له ليه القرآن ما بينزلش عليك مرة واحدة؟ رد عليهم قال لك: ذلك ليثبت به فؤادك. طب ما يثبت فؤاده على الخاص، يعني ينزلهم قرآن جملة واحدة ويثبت هو فؤاده على الخاص، على مسنجر واتساب أي حاجة يتواصل معاه هو لوحده، يثبت فؤاده ويكلم الناس جملة واحدة يعني عشان يشوفوا بقى إذا كان في خطأ ولا لا. بتكلمني كأن القرآن كان موجود كله قدام الوليد بن المغيرة وقاعد يدور على التناقضات اللي فيه زي ما هو موجود دلوقتي بين إيدينا وندور على التناقضات اللي فيه. ومين قال لك إن الوليد بن المغيرة كان مهتم؟ لما يجي واحد تعبان في مخه ويجي يقعد يقول لك انا الرسول ومش عارف ايه وتعالى اسمع مني، مش كل الناس هتسمع تدور على التناقضات ومش مطلوب. قال ايه الوليد بن المغيرة يا عم؟ قول لي قال ايه. ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه ولا يكونن لقوله هذا شأن. ان عليه لبقلاوه وانه بالحلاوه وانه لفي الطراوه. الكلام ده انت جايبه منين؟ القرآن بيوثق ان محمد عورض وكذب وتهم وسخر من كلامه. حتى الوليد المغيرة في ايات بيقولوا ان هي نزلت فيه زي سنسموه على الخرطوم، زي انه فكر وقدر فقتل كيف قدر. مشكله ان الانسان يفكر، دي مشكله عند محمد، ممنوع تفكر. انه فكر وقدر ليه تفكر؟ ممنوع. كانت في الردح للوليد المغيرة ساصليه سقر يعني في الاخر. فجبت منين حلاوه وطلاوه دي؟ ببساطه الوضاعين الكذابين اللي نسبوا لمحمد الأحاديث وعلشان خاطر يعظموا في الإسلام ويفخموا فيه ضربوا الأحاديث دي، وإنه لكذا وكذا وكذا. واحد بيسرح بواحد، قاعدين على المصطبة واحد بيسرح وهو بيحكي قصة سيدنا النبي عليه السلام، يعني زي الشعراوي كده ما بيقعد مع الناس بس بقى إيه قاعد بيسرح بقى. تعال أحكي لكم سيدنا النبي عمل إيه مع الوليد بن المغيرة. فالوليد قال مش عارف إيه، قال الأحاديث كلها حدثنا وأخبرنا وفلان عن فلان وعلان عن فلان، والكذب كتير جدا. حتى حديث البخاري ومسلم وكل الحاجات دي، كلمة حديث صحيح دي أسطورة. حديث صحيح، صحيح منين يعني؟ صحيح منين؟ وإحنا كنا عايشين مع الناس اللي هي بتروا الأحاديث ديت ومراقبينهم عارفين اللي جواهم إذا كانوا بيكذبوا ولا صادقين. هتعرف منين الإنسان ده صادق ولا كاذب؟ إلا إذا دخلت جوه عقله. لا، فلان ثقة، فلان صادق، فلان ضابط، فلان تام الضبط،
فلان عدل، فلان كل المصطلحات دي اساطير، خرافه. هتعرف منين؟ الظاهر لينا ممكن يكون كويس، لكن الباطن هنعرف منين؟ عشان نتاكد ونعول على الناس في احاديث مقدسه بيتم العمل بيها والاستدلال بيها والحاجات دي. قصه الاحاديث والاسانيد ديت يعني كلها على بعضها قصه مثيره للشفقه بصراحه. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل، المثل تجيب زيه، يعني إيه زيه؟ يعني أن تحوط أو تجمع في الكلام الذي ستأتي به ما جمعه القرآن. إيه اللي جمع القرآن؟ كتاب من أتفه الكتب. أنا لو كتبت مقالة هتكون أفضل مليون مرة من هذا الكتاب، مقالة واحدة أكتر من كل هذا الرغي اللي في القرآن، كتاب اللت والعجن والتهديد والتناقضات والحشد للقتال، الحشد للقتال والنهب والتوسع، التهديد بالنار علشان خاطر الإيمان تؤمن بالعافية، ولت وعجن في قصص 3-4 قصص كده عمال يكرر فيهم عن ثمود وعاد وكده، وكل معظمها قصص في شنك أساس. مين نوح ده ومين آدم ده؟ فيش آدم ولا نوح أصلا في التاريخ مثلا. موسى بقصته دي كلها العبرانيين ولا اللي كتبوا التوراة اخترعوها، ألفوها، قاعدين بيحششوا ألفوها أو اقتبسوها من قصص تانية موجودة في حضارات تانية يعني في بابل وغيرها. يعني ما الذي في القرآن الذي يميزه عن كل كتب الدنيا أو عن كل ما في الأرض؟ أول شيء يا سيدي أن القرآن الكريم فيه البشارة والنذارة، وأحيانا حتى البشارة والنذارة تأتي في آية واحدة. طب أنا أقول لك إيه دلوقتي، يعني أنت شيخ نور لما تقول لي إن من خصائص هذا الكتاب التي تجعله كتابا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أن فيه البشارة والنذارة، عايز أنا كأحمد حلان أقول لك إيه؟ اللهم لا تنمر. ثانيا القرآن محفوظ من التحريف والتأويل والتبديل. كتاب معصوم. معصوم من التحريف والتأويل لمدة 1442 سنة. طب معصوم ليه يا شيخ؟ عرفت منين هو معصوم من التحريف؟ ده أدنى دراسة لقصة جمع القرآن والقراءات والحاجات دي تعرفك إن القرآن ده تلعب فيه لما يعني تهرى. لا معصوم معصوم. احنا بص احنا لما طالما احنا قلنا ان هو معصوم ولو وقفنا كده وقفه كده جامده كمسلمين وقلنا ان هو معصوم يبقى معصوم، لو غنيناها ما نغنيها مع بعض كده، معصوم 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 واكتر من معصوم، معصوم كتابنا ده معصوم 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 معصوم. كمل يعني نغني يلا يا جماعة كل ما نغني أكتر ونقول أكتر بصوت واحد وقوة هيبقى معصوم كتاب. معصوم كتابنا ده كله معصوم، معصوم 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 معصوم. طب هل ده متوفر في الكتب الأخرى؟ لا يمكن أن يتوفر. أي كتاب في الدنيا عرضة للتحريف والتأويل؟ ما فيش أي كتاب تاني محفوظ غيره، مش متوفر في الكتب الأخرى. المكتبات دي كلها ما فيهاش كتاب محفوظ. كل الكتاب تدخل يعني الكتاب تحطه مثلا في المكتبة تصبح الصبح تلاقي الكلام فيه تغير، 10 سنين تبص تلاقي الكلام تغير. إيه اللي غير الكلام ده؟ سبحان الله. المكاتب دي كلها شايفين الكتب دي كلها الكلام اللي فيها بيتغير. سحر بقى، سحر. القرآن مميز، هو الوحيد اللي حطه كده على كده تلاقيه ما يتغير. انت بتقول يا شيخ نور بجد والله؟ كمان ازيدك، زيدني اشجيني. القرآن دستور صالح لكل زمان ولكل مكان. القرآن دستور تشريعي. لا مش صالح يا شيخ نور، مش صالح خالص، فاسد، مش صالح. مين بيطبق حد السرقة النهاردة في العالم كله؟ كل الدول دي مين يقدر يعمل؟ العالم بيترعب لما الإسلام يتطبق. انت شفنا لما الاسلام اتطبق قريب من الجماعه اياها، شفنا العالم قد ايه كان مرعوب. يعني طبق ايه؟ قول لي طيب، الحر بالحر والعبد بالعبد ده تشريع؟ مش ده تشريع، هيطبق ازاي ده؟ عندنا تشريعات عامله ازمه في كل المجتمعات الاسلاميه، تشريعات الزواج والطلاق، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وده تشريع؟ ده من اغبى التشريعات على مستوى العالم. انا ما شفتش تشريع اغبى من كده، ما اعتقدش ان حد شاف تشريع اغبى من كده. فلا تحل له من بعد حتى. ليه كده؟ ليه ما ينفعش الواحد يرجع للواحدة اللي كانت مراته أي وقت طالما هما الاثنين متفقين على الرجوع أو حابين يرجعوا لبعض؟ ليه لازم تنجح زوجا غيره؟ لازم تنجح غير زوجا غيره؟ تشريع مشكلة كده للمرأة تتزوج، ممكن تتجوز زوج غيره، أول ما تتجوز تلاقي نفسها طب ما أنا كده بقيت يعني العائق الوحيد اللي كان ما بيني وما بين أرجع للزوج الأولاني كان إن أنا أنجح زوجا غيره، أنا دلوقتي أرجع معلش يا زوجي الثاني أنا هرجع للزوج معلش أنا أصلا لسه بحبه.
طب ليه بكمل اول ترجع له؟ لازم المسكين ده اللي ده غير بقى فكره التلاعب والمحلل والحاجات دي، ده فكره المحلل بقى والتلاعب خلقت مشكله في المجتمعات الاسلاميه، بقى في حاجه اسمها المحلل، وبقت في نساء تتجوز متعمده من اشخاص ثانيين علشان خلاص ترجع للاولاني. ما انت اللي فتحت الباب ده وترجع تقول المحلل اللي هو التاس المستعار، ما انت اللي فتحت الباب ده، عندك تشريع غبي جدا. دستور وتشريع ايه وقانون ايه وبتاع ايه؟ هات لي تشريع او قانون او دستور ينفع لكل زمن ولكل مكان. مفيش تشريع ينفع لكل زمن وكل مكان، التشريعات بتتطور، احنا بنطورها، بس هل ده معناه ان القران ينفع لكل زمن ومكان؟ القران من اسوأ التشريعات وما ينفعش ده، وما كانش ينفع اصلا لزمانه، فضلا عن هو ينفع لزماننا. رابعا يا احمد بيه، القران شامل لحياه الانسان، حتى تلاقي فيه بيحكي لك من اول ما الانسان كان طين وبعدين تحول الى طين صلصال وبعدين نطفه وبعدين مخلوق. لما ربنا جاب الصلصال وعمل القله ونفخ فيها وقال يا حلوله والحاجات دي كلها، القصص دي كلها العلم بيكذبها دلوقتي. تخيل ان العلماء المتخصصين في الجيولوجيا وفي الاحياء بيقولوا ان القصص دي فكسانه وان القصه حقيقيه، هي ان البشر تطوروا، ان الكائنات الحيه كلها نتيجه اصلا للتطور، ان الكائنات الحيه دي كلها من عمل التطور وليست من عمل الله، حوالي 4 مليار سنه من التطور، وان كل هذه الكائنات لها سلف مشترك. خامسا، القران كتاب حق لا كذب فيه. خامسا، سادسا، سابعا، ثامنا، بتستف انت النقطه، ستف، القران كتاب حق لا كذب فيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني أنت متوقع إيه لما تقول لي إن الكتاب ده حق لا كذب فيه، يعني صدق لا كذب فيه؟ أقول لك إيه أنا؟ أقول لك إيه؟ سبحان الله، ما إحنا بنقول إن هو كذب، كله كذب، كل حاجة بتشير إلى إن كل الكتاب ده كذب في كذب، ومليان قصص خرافية، كله قصص خرافية. الهدهد اللي كان بيتكلم مع سليمان وسليمان كان عايز يذبحه أو ينتف ريشه، ده كان قصة خرافية. النملة اللي بتكلم بقية النملة وتقول لهم خلي بالكم من سليمان جاي، قصة خرافية. موسى اللي ألقى عصاه وشق البحر ومش عارف إيه، قصة خرافية، ما فيش موسى. التاريخ المصري مدون، وتاريخ الفترة اللي بيدعى فيها إن موسى كان عايش فيها في مصر حسب التوراة وحسب القرآن الملطوش من التوراة، ما ذكرتش أي حاجة عن بني إسرائيل أصلا، وما فيش أي ذكر لبني إسرائيل في التاريخ المصري، والناس دي كانت بتدون كل حاجة، كان عندهم ورق من آلاف السنين وكانوا بيكتبوا على الجدران وينحتوا. سادسا، القرآن كتاب معجز في تسلسل آياته وفي بلاغته، حتى أنه معجز في ترتيب الآيات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه معجز في تسلسل آياته وفي بلاغته؟ يعني إيه؟ الكتاب ده ما فيش فكرة فيه مرتبطة بالتانية، مفيش فقرة فيه بتسلم للي بعديها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنين. إيه علاقة ده بده؟ وهكذا هلما جر رأيت الذي يكذب بالدين، ماله الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ايه علاقة التكذيب بالدين في ادعاء اليتيم؟ علاقة ان واحد بيكذب بالدين بالحساب بان هو يدعو اليتيم؟ ممكن واحد يكذب بالدين وما يدعوش اليتيم، وممكن واحد يصدق بالدين ويدعو اليتيم، ايه العلاقة؟ ولا يحض على طعام المسكين، نفس الشيء، ماله المسكين داخل عشان القافية او عشان القافية؟ نين مواضيع مالهاش علاقة ببعضها، بتوحدها القافية اخرها نون. فويل للمصلين، داخل المصلين، داخل على الخط، اهلا بالمصلين، مرحبا، نورتونا والله، مالهم ويل المصلين ليه يعني؟ لا مش المصلين، انا مش مقصودش المصلين، ده انا اقصد الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما تقول فويل للذين هم عن صلاتهم ساهون من المصلين عشان ما تبقاش ويل للمصلين آية مستقلة، غلط، تعبير خاطئ كده. انت اديتنا فكرة انطباع على ان ويل للذين هم المصلين، هيروحوا يصلوا ليه الناس بعد كده؟ ويل للذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن لا، قال لك فويل للمصلين الاول، تمشي مع القافيه، الذين هم بقى عن صلاتهم ساهون بعد كده، او تفرق بقى، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. كل يعني بدات القصه بتكذيب بالدين وانتهت عند منع المعون، ان تيجي الواحد يستعير منك معون يقول لك معلش انا عايز الكوبايه بتاعتك، ممكن انا اقول له لا انا حر، ليه تقول لي ويل ليه عشان بمنع المعون؟ عايز الاناء بتاعك، انا مش عايز حد ياخد الاناء بتاعي، انا حر، انا يشوف لك اناء تاني معلش، لو انا تطوعت كان بها، ما تطوعتش محدش يقدر يلومني، معون بتاعي، معون بتاعي. يعني انت بتتخانق معايا عشان بكذب بالدين ولا بمنع المعون ولا انت ايه حكايتك ولا ايه روايتك ولا انت عايز ايه؟ مش فاهم. ما فيش في القران افكار مترابطه، قيس على ذلك كل ايات القران،
فلذلك أحمد حرقان لو أتى بكتاب جمع ما ذكرته لكم، القرآن بيجمع ده كله في وقت واحد. يعني التستيف مش ان انا اقعد اكتب واكتب واكتب، ما انا كنت اكتب هاري واكتب كتاب قد كده واقول لك الدين واتحداك بقى، وانت تقول القرآن احسن واقول لا ده احسن، وانت تقول لا احسن زي ما الأمة الإسلامية لا القرآن احسن، اي كتاب في الدنيا لا القرآن احسن، شعر المتنبي لا القرآن احسن، شعر امرؤ القيس لا القرآن احسن، كل حاجة عندهم لا القرآن احسن. مزاج بمزاج، القرآن مش أحسن ببساطة، من أسوأ ما كتب في التاريخ، من أسوأ لا يستحق أن يطلق عليه كتاب اسم كتاب ولن يأتي بمثله، لأن التحدي أصلا الذي أطلق تحدي سخيف. يعني إيه أن أنت تطلب من واحد أن هو يأتي بمثل كلامك؟ يمكن هو ما يقدرش يكتب كلام في نفس المستوى من السخافة والهبل مثلا، طب إيه اللي يخليه يكتب كلام؟ إيه اللي يخلي واحد يتقمص دور الأهبل ويكتب زي؟ وبعدين كل واحد ليه بصمة في الكتابة، ما حدش يقدر يكتب أصلا زي التاني، يعني ما حدش يقدر يقول كلام أصلا زي التاني الا اذا ردد نفس الكلام بتاعه في الثالث، وبالتالي تقول انت ببغاء، انت بتردد ببساطه كلام، ولو ما رددتش كلامك وجبت افكار تقول لا مش مثله، ما هي فعلا مش مثله، ما فيش حد اصلا يقول يقدر يقول كلام زي الثاني. وبالتالي فالتحدي الذي اطلقه محمد ومنسوب الى الله اصلا تحدي سخيف، يدل في حد ذاته على ان هذا كلام ليس من عند اله عليم وكلام من ده كلام واحد ساذج. الحرمان أدمن الدخان والبنج والكنكان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان، أرسل لكم الخرفان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان، يا معشر الهبل والهطل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وخذوا معكم الإخوان، ولا تركبوا من الصواريخ إلا ما صنع في اليابان وليس ما صنعته تايوان، إن الجلدة لصاحب مزاج وشمام يتعاطى الخشخاش والبرشام، ومنقوع الصرم والدكر من اللبان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان، إن جلدتكم لعكروت ألعبان وأجدع من سوبرمان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان، فسبح باسم جلدتك ذو الجنان والمورستان.